هذا ويشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024 وللمرة الأولى العديد من الطائرات الجديدة من مختلف أنواعها، سواء العسكرية أو المدنية أو المستخدمة في الشحن، لتعكس ثقة الشركات العالمية في مملكة البحرين باعتبارها مركزا رائدا في معارض الطيران. المزيد في سياق التقرير التالي الذي أعده لنا مراسلنا في معرض البحرين للطيران، نتابع. يعتبر معرض البحرين الدولي للطيران 2024 منصة مهمة لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا في مجال الطيران، حيث تم تقديم العديد من الشركات الجديدة للمرة الأولى في هذا المعرض لإبراز الابتكارات في هذا القطاع. للمرة الأولى تشارك العديد من الطائرات المدنية والعسكرية لتؤكد ما يحظى به قطاع الطيران من رعاية واهتمام من ملك البلاد المعظم ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومتابعة حثيثة من الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة. عندنا بوث هي موجود جوا بالهانجر، بس الملكية الأردنية اجت بطيارة اللي هي الامبرير الإيتو الجديدة. التنظيم كتير مرتب زي كل سنة طبعا، والطقس شوفهم أحلى اليوم بجنن، وفي حضور منيح من شركات الطيران. اللي شدني أكثر شيء بالطائرات، شفنا مشاركة يعني كبيرة من كافة الطائرات، فيها طيران الخليج وفيها المملكة الأردنية، طيران المملكة الأردنية، وفي طيران طبعا العسكري وطيران البرايفت جيت الخاص، وفي طيران التريننج طبعا. وهذا تنوع جميل جدا يتيح لنا الفرصة لتعرف أحدث الطائرات في الشركات مثل شركة إيرباص وغيرها من الشركات المصنعة للطائرات، وأيضا الشركات المقدمة للخدمات الأرضية أو خدمات الطيران. هذه من المناسبات اللي أحرص على الحضور فيها. هالسنة حضرت بعد رحلتي حول العالم 27 يوم باتجاه الشرق، يعني كأول طيار سعودي، واحد من بين 142 واحد شخص حول العالم. وما شاء الله الترحيب اللي لقيته في البحرين وأجواء الطيران تشجعني أني كل سنة أجي إلى البحرين. عملنا جولات في المعرض كله، يعني شفنا حاجات يعني جديدة، شفنا شركات الطيران، تعرفنا على عدة مميزات يعني في عالم الطيران. هناك أيضا مشاركة واسعة يعني حتى في شركات الخدمات الأرضية. ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 120 طائرة، منها المدنية والعسكرية، إذ يشكل المعرض فرصة مهمة للمصنعين والمستثمرين لمناقشة مستقبل الطيران واستكشاف أحدث الابتكارات في هذا المجال. احنا مشاركين بشركة الملكية الأردنية رويال جوردانيان، جايبين طائرة امبراير الجيل الجديد الامبراير 195E2، رح نعرضها بالمعرض بالمشاركة مع شركة امبراير الشركة الأم. أجواء المعرض حلوة، الواحد فرصة يشوف أنواع طائرات جديدة ويتعرف على ناس جداد. مشاركين السنة هذه في معرض الطيران الدولي في البحرين، وطلعنا ما شاء الله على أنواع طائرات جديدة مدنية وعسكرية، وتعرفنا على يعني أشياء جديدة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، جينا اليوم الثاني في المعرض وتعرفنا على حقيقة على طيارات سواء حربية مدنية، طيارات جديدة. الواحد كان يعني يتمنى من باب الاطلاع والمعرفة أني أعرف مثل هذه الطيارات، وكان يعني الخيار موجود للاطلاع والدخول والتعرف على هذه الطيارات عن قرب. الطيارات الجديدة اللي جات السنة في بعضها تختلف عن السنوات اللي راحت، من ضمنها الطائرة الكبيرة B-52 اللي صراحة أول مرة يمكن تنزل على الأرض في أي دولة إن كانت. ودخولنا للطائرات كلها ما شاء الله مسهلة وبترحيب من الجهة المنظمة. وتظهر الطائرات الجديدة المشاركة في معرض البحرين للطيران 2024 التقدم المستمر في صناعة الطيران، مع التركيز على الكفاءة والراحة والتكنولوجيا المتقدمة. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.